السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدجاج في الفران، كيجي زوين وبنين ورطب. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنا عندنا في المقادير عندنا الدجاج اللي غسلناه مزيان بالملحه والسكنجبير والحامض، وعندنا كذلك الابزار، الزعتر، خرقوم، تحميره، اسكنجبير ودانون مسوس، وعندنا كذلك قزبور ولا معدنوس، وعندنا كذلك ثوم غبرة وبصلة غبرة حتى هي. هنا كنزيد فوق العطرية ديالي شوية ديال الثومة، وكذلك كنزيد بصلة، بصلة غبرة. هنا كذلك كنزيد دانون ديالنا، وكذلك كنزيد الملح، وكنخلط الخليط مزيان. هنا كنديرو دانون مسوس باش يخلي الدجاج ديالنا رطب، ما يجيش قاسح الى دخل الفران. هنا كندير الدجاج ديالي وكنفلحو بالموس مزيان باش تخلي هذيك العطريه لداخل. كنفلحو مزيان، وهنا كنكمل الدجاج ديالي، كنشرمله مزيان وكنخليه واحد ساعه، كنغطي عليه وكنخليه واحد ساعه باش يشرب ليا مزيان. ومن بعد كناخذ الطاوه ديال الفران، هنا درت فيه شويه الزيت، اللي بغى يدير الزيت اللي ما بغاش بلاش. كنستفو الطريفات ديال الدجاج على هذا الشكل وكنغطيو عليهم كما كيبان لكم في الصوره، وكندخلوهم الفران باش يطيبوا. من بعد كنشوفوا الا طابوا، كنحيدوا ليهم هذاك البابي من الفوق وكنخليهم يتحمروا. والدجاج ديالنا وجد لينا وكيطلع على هذا الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنا رافقته بالصلاه ديال الرز مع الطون ومع الخضرة اللي سلقتها ولا بخرتها ودرتها شوية في شوية ديال الزيت مع شوية ديال التومة وشوية ديال الابزار والملحة وكذلك بطاطا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.